أي عمدك أسياد أي عمد داري طلي الحيط الشينة دي عمدة خليه هنا الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا عمدة خلي أنا في حلة جدي مسعود ما بكسل أي حيطة ربنا ما أمرنا نكسل الحيط قال اكسوا العريان واطعموا الجيعان وزوروا الحبان عادت لي هنا هذه المرة الدكتور قالت بك موضة قديمة دكتور هناك هنا ما دكتور هنا حمد وتحريمة بيت مزعود يا دكتور يا دكتور دكتور حمد أيوة أيوة فيش دكتور حمد ها ناس ما شاف الخرطوم يقول الله يوريني ليها أحاج يقولك بعد ما شفتها زربت المك البرة دار يدخل والجوة دار ينفك انت ما شفت العربات والعمارات عمارات بلا ضرع ورجال بلا شرع وناس نسوان ماشيين وجايين يلعبوا أم الترترة بيوتنا مالي قاصرات إلا ما في واحدة بتمد رقبتها وتشابع لأخوتها انت ما شفت الستائر وال هن كان شايفين بيوت عريانة نحن بيوتنا زي الشمس هس الشمس دي لابسة ولا عريانة كل زول ليه قفل بابه وإن جاه ضيف ما بقول حبابه الضيف ياكل حجار الصيف نحن نقعد عمرنا كله ضيوف 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 عنده الفات مات الحين يا اخواننا نخلي اولادنا ذيل يبقوا زينا نحن مالنا الناس فاتوا بعيد ونحن قاعدين ضيق واطه ناس ما عندهم طعم ناس هو الدكتور جاء خلوه يسوي لنا مدرسه والسبيتاليا لا لا المدرسه بتجيب الشيطان والسبيتاليا بتجيب المرض بذمتكم فيكم زول المرضى فيكم زول ما بعرف الفرد اخواننا والله العظيم العمدة ده زي جدنا مسعود يمسك النار ويخلي العود هنحنا من يوم الليلة هذا ترى الدكتور جاء ده عمدتنا الدكتور أكلها عمدتنا الدكتور يمكن زاري الدكتور يبقى عمدتكم تعالوا معنا هنا دي وما نمشي بعد العذابة زي بلة وسقينا بلة البحر اللي غطس حجره بلة سعلك دايل لك سبب اخواننا لو دايل له سب ولا دايل له كلام هنحنا نمشي الخرطوم هناك نتطور نعلم ولاياتنا عربي وانجليزي ونسوي لنا باب الكتروني ما زي ابوابنا فاتحات مدخلات الحمير ومدخلات من الجقور ومدخلات جذبي سواسيه اخواننا احنا بيوتنا راكدات بوم